على وقع الانفجارات وشلال دماء الشهداء النازف في قطاع غزة، انتفض الجسد الفلسطيني تنديدا وغضبا. البداية في محيط حاجز قلنديا العسكري شمال العاصمة المحتلة، مواجهات مع قوات الاحتلال عكست حالة السخط الشعبي على احتلال طال أمده. المواجهات هنا استخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، ما أوقع 10 إصابات وصفت جراح الشبان فيها بين المتوسطة والطفيفة. وإلى شرق العاصمة المحتلة مخيم شعفاط، تصدى الشبان لجنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام المخيم وأجبروهم على الاختباء خلف السواتر الإسمنتية، وفي الوقت الذي كان فيه الشبان يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة، تسللت وحدة من المستعربين واختطفت شابا واعتدت عليه بالضرب بواسطة السكاكين، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج. وعلى مقربة بلدة عناتة اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال على مدخل البلدة، رشق خلالها الشبان الجنود بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق الأعيرة المعدنية والقنابل الغازية، ما أدى إلى إصابة 7 شبان بجروح، حيث كانت غالبية الإصابات في المناطق العلوية من الجسد. الضفة تلتهب، القرى، المخيمات، المدن تنتفض نصرة لقطاع غزة، العدوان والحرب في غزة، وهنا حواجز وقتل واستباحة. علي دار علي، تلفزيون فلسطين.